بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يلا نبدأ الفيديو بتاع النهاردة. ده كده يا جماعة شكل الشارع اللي موجودة فيه الشقة بتاعة النهاردة. البرج يا جماعة بيبص على شارعين، الشارع اللي قدام حضراتكم ده شارع عرضه 20 متر وشارع كمان عرضه 8 متر. ده كده بقى شكل البرج من بره اهو، برج ناصية على الشارع العشرين متر اللي شفناه دلوقتي وشارع كمان جانبي 8 متر. ده كده بقى يا جماعة مدخل العمارة اهو، ده كده شكل المدخل، مدخل كله رخام زي ما حضراتكم شايفين كده. عندي السقف برضو بتاعه جبس بلدي بالسبوتات والديزاين اللي حضراتكم شايفينه ده. هنا كده عندي حاجة جميلة قوي، موضوع التراك ده يا جماعة حاجة كويسة جدا، ده بيبقى معمول عشان اهالينا كبار السن وكده، او حد برضو معاه حاجة بعجل او كده، او حد بيستخدم كرسي بعجل بيطلع من على التراك ده. وبعد ما بنطلع كده بيجي لنا هنا الاسانسير بتاع العمارة. كده بقى يا جماعة وصلنا الدور اللي فيه الشقة بتاعة النهاردة. شقة النهاردة شقة دوبلكس يا جماعة، شقتين مفتوحين مع بعض دوبلكس، هنخش نشوفهم دلوقتي. احنا دلوقتي قدام باب الشقة، اول حاجه بتجي لنا عداد الكهرباء. الشقه يا جماعه ليها عداد كهرباء اللي قدام حضراتكم ده، عداد كهرباء جديد اللي هو الكارت يا جماعه، ده كده عداد الكهرباء. يلا بقى نبدا نخش شقه النهارده برجلينا اليمين ونقول بسم الله ما شاء الله. اول حاجه بيجي لنا باب مصفح تركي، ده الباب المصفح اهو يا جماعه. بنخش كده بقى على الدور اللي تحت، وده فيه ريسبشن وحمام ومطبخ، وهنا كده السلم اللي بيطلعني على الدور اللي فوق. تعالوا الاول نشوف الدور ده ونشوف الرسمه بتاعته او التقسيمه بتاعته، وبعد كده نطلع نشوف الدور اللي فوق ونقول كل التفاصيل. يا ريت يا جماعه تكمل معايا الفيديو للنهايه عشان اقول لك على كل التفاصيل. تعالوا ناخدها بقى من الاول كده واحده واحده. اول حاجه هنا كده عندي حمام الضيوف، ده حمام الضيوف يا جماعه اللي هو الحمام الصغير اللي موجود تحت مع الريسبشن ده. كده الحمام اهو، وده اللون بتاعه بتاع السيراميك لون الجراي، عشان لو العدسه مش مطلعه اللون صح بقول لحضراتكم على الالوان، لان احيانا الالوان بتختلف مع العدسه. وطبعا كده كده اللي هيجي يشوف بعينيه هيشوف على الطبيعه، لان العين بتختلف عن العدسه. طبعا يا جماعه الشقه فيها شويه حاجات بسيطه، يعني طبعا تكمله الدهان، وعندي طبعا ده يا جماعه مش الوش النهائي للشقه، لا ده يا جماعه الوقفه على الوش النهائي، بحيث ان اللي هيكون له نصيب فيها ان شاء الله يعمل بقى اللون اللي هو عايزه. حابب برضه ان هو يستلمها متشطبه بالوان هو عايزها، ممكن الشركه عندنا تشطبها له، مفيش اي مشكله، تكمل له الحاجات دي. تمام؟ ده كده الريسبشن اهو. وقبل الريسبشن برضه بعد الحمام الصغير بيجي لنا المطبخ. ده كده المطبخ اهو يا جماعه، برضه نفس اللون بتاع سيراميك الحمام الصغير اللي هو اللون الجراي. اهو ودي المساحه بتاعته. ما شاء الله يا جماعه مساحه المطبخ برضه حلوه. وهنا عندي طبعا ده على منور، نفس المنور اللي بتبص عليه الحمام الصغير اهو يا جماعه. هنا كده عندي الحوض، ده الحوض معمول بالرخامه الجلاكسي الاسود دي، ده طبعا على فكره يا جماعه من اشيك انواع الرخام صراحه، انا بحبها جدا اللي الاسود دي اهو جلاكسي. طبعا في تراب، طبعا ما فيش حد قاعد في الشقه لان الشقه لسه اول سكن، لسه ما حد سكنها يا جماعه. طبعا لو حابب انك تفتح امريكان تقدر تفتح امريكان من هنا، يبص على ريسبشن من هنا. تعالوا نشوف الريسبشن ونشوف المساحه بتاعته اهو يا جماعه. ما شاء الله الريسبشن ده يعتبر ثلاث قطع، ممكن يشيل معايا كمان ازيد، بس خلينا نقول بالقليل ثلاث قطع اهو. هنا كده دي تعتبر قطعه، لو قلنا ان دي قطعه اهي، والقطعه اللي في الوش هناك دي، وهنا كده القطعه الثالثه. هنشوف برضو الشبابيك دي بتبص على ايه. تعالوا نشوف القطعه الثالثه الاول، دي القطعه الثالثه اهي، دي المساحه بتاعتها اهي يا جماعه، جيب بالكم من جميع الزوايا وجميع الاتجاهات. دي الجزء لو حبيت تفتح امريكان هنا على الجزء ده وتحط هنا سفره تبقى ممتازه جدا، بس طبعا في ناس مش بتحب الامريكان فممكن تخليها مقفوله زي ما هي كده مفيش مشكله. ده كده يا جماعه الدور اللي تحت، ودي التقسيمه بتاعته، ودي المساحه بتاعته. المساحه يا جماعه بالنسبه للدورين، الدورين مساحتهم 170 متر، 170 متر اجمالي الدورين.
الدور اللي تحت فيه ريسبشن والمطبخ والحمام، ونطلع بقى فوق للدور الثاني اللي فيه الغرف. طبعا زي ما قلت لحضراتكم الحاجات اللي ناقصه معانا دي مع وش الدهان النهائي تقدر تعملها انت باللون اللي انت عايزه. نبدا نطلع بقى كده على السلم بتاعنا عشان نطلع على الدور اللي فوق اللي فيه الغرف. طبعا السلم كله رخام، رخام القرارة اللي قدام حضراتكم ده، يا رخام قرارة ايطالي. كده بقى طلعنا الدور اللي فوق اهو يا جماعة. عاوزين نطلع برضو كام درجة دول عشان نشوف من فوق اهو. دي كده المساحة اللي فوق، ده الهول اللي فوق، تعتبر دي مثلا ممكن تعمل ليفينج، تحط فيها شاشة بتاع، ممكن براحتك يعني تبقى قاعدة كده او براحتك انت ممكن تعملها. فكرة جميلة برضو اللي هي مثلا الكوفي كورنر. تعالوا هنا نشوف اول حاجة الحمام الكبير او الحمام اللي بيخدم الغرف عندي فوق. هو ده كده الحمام اهو يا جماعة، دي المساحة بتاعته، مساحته حلوة. هنا طبعا لون الحمام اختلف عن اللون اللي تحت، ده اللون اللي هو البيج اهو يا جماعة، ودي المساحة بتاعته، مساحته حلوة على فكرة، واخد بانيو 180 مرتاح جدا. عندي برضو هنا في مساحة برضو معايا ورا الباب اهي، مساحة برضو. ده كده يا جماعة الحمام الكبير. بعد كده نخش نشوف أول غرفة، دي أول غرفة أهي، برضو الباب لسه يا جماعة ما اتدهنش، يدهن طبعا أستر بس لسه ما اتدهنش. عندي هنا كده الغرفة الأولى، دي مساحتها تقريبا 3 × 3.5، الصافي يا جماعة الصافي، معمول كرانيش في السقف اهو. دي كده الغرفة الأولى، دي المساحة بتاعتها، دي برضو بتبص على منور من هنا، دي تعتبر الغرفة الوحيدة اللي بتبص على منور. الريسبشن والغرفتين التانيين بيبصوا على الشارع، هوري لحضراتكم دلوقتي. دي كده المنطقة اهي اللي بقول لحضراتكم لو حابين تعملوا فيها زي اوفيس صغير او تعملوا فيها الحاجة الجميلة او الحلوة اللي انا بحبها صراحة اللي هي الكوفي كورنر، تبقى حلوة جدا. بعد كده نشوف هنا كده الغرفة اللي على اليمين، دي كده تعتبر الغرفة الثانية. أنا عندي الدور 3 غرف، دي كده الغرفة الثانية أهي، دي مساحتها تقريبا 4×4 أهي، مساحتها يا جماعة من جميع الاتجاهات أهي، دي المساحة بتاعتها، مساحة الغرفة. تعالوا أوري لحضراتكم الشارع اللي بتبص عليه أهو يا جماعة. ده كده يا جماعة شارع 8 متر أو شارع 7 متر تقريبا، واللي هناك ده الشارع اللي هو ال 20 متر أو بالظبط 22 متر أهو يا جماعة. العمارة طبعا على الشارع 22 متر اللي احنا شفناه من بره واحنا طالعين أهو. هي العمارة طبعا بتبص على الشارع ده، ولكن احنا بنبص على الشارع الجانبي. برضو هنا حاجة وحابب أوريها لحضراتكم، ده برضو مكان كده معمول للشاشة. طبعا الشقه يا جماعه متاسسه كويس اهو بالنسبه للكهرباء. عندي هنا ده بتاع الدش عشان لو هتحط الشاشه هنا، ده برضه للتوضيح. بعض التفاصيل دي الناس بتهتم بيها جدا، فانا بقولها عشان ايه تبقى كل حاجه واصله للناس. هنا كده الغرفه الثالثه، دي الغرفه الثالثه اهي، دي مساحتها 3×4 برضه، ده الصافي يا جماعه اهي، دي المساحه بتاعتها. وهنا كده ده شباك بيبص على نفس الشارع اللي احنا شفناه دلوقتي، اللي هو الشارع الجانبي اللي هو 8 متر او 7 متر تقريبا. ودي كده يا جماعه الدوبلكس بتاعت النهارده. يلا نراجع مع بعض بقى البيانات مره ثانيه كده بسرعه. الشقه يا جماعه دوبلكس، دور 7 و8، البرج 11 دور. الشقه مساحتها 170 متر اجمالي الدورين تحت العجز والزياده. الدور اللي تحت فيه ريسبشن ومطبخ وحمام وريسبشن 3 قطع، والدور اللي فوق فيه زي ليفنج وفيه حمام وفيه 3 غرف. الشقة فيها عداد كهرباء جديد اللي هو الكارت، وفيها كمان الغاز على باب على باب الشقة، يعني الغاز بتاعها على باب الشقة، بمجرد ما بتقدم بيبدأ يتركب لك على طول خلال 2 أو 3 أيام بالكتير قوي يكون الغاز راكب. الشقة عنوانها فيصل المريوطية، ثالث نمرة من شارع المريوطية الرئيسي بالقرب من رسلان. الشقة يا جماعة مطلوب فيها
1,700,000. وطبعا لأي استفسار أرقامنا موجودة قدام حضراتكم على الشاشة، في رقم فون ورقم فون زائد واتساب. في حالة عدم الرد على طول ابعت رسالة على رقم الواتساب هنرد عليك على طول. مواعيد العمل من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 9 مساء، والأجازة الرسمية يوم الجمعة. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المهندس حازم عبد الله.